السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برون. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي للسيدات لأقل من 20 سنة اللي لعبوا المباراة ديالهم ضد منتخب غينيا وفازوا بإثنان مقابل لا شيء ضمن التصفيات ديال كأس العالم اللي غادا تنظم في دولة كولومبيا. أصدقائي ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص ديال المباراة، حكموا وعطوني الآراء ديالكم بين قوسين. بغيت نقول لكم كنعتذروا على الدخان وصراحه العجاج، اولا نقول لكم الضبابه اللي كانت في المباراه، الصوره ما واضحاش بزاف. المهم الاصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص ديال المباراه وحكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على واحد لايك، بارطاجيو لنا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، دوزوا مباشره نشوفوا الملخص ديال اصدقاء ديالي خوتي العزاز. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك ما كرهتكمش، شبركون على ذاك اللايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه ما كرهتكمش، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ان شاء الله ولي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. ان شاء الله ولي فراسكم، السلام عليكم.